انا بجد مش عارفه اقول لك ايه اللي انت عملته معايا. ان شاء الله اول ما ارجع من لندن هرجع لك النص مليون جنيه. حتى لو ما رجعتهمش مش مهم، المهم انك تيجي بالسلامه وامك تخف. يلا يلا عشان اتاخرت على امك. باي 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 باي. نادى يا بومبو. بومبو يا بومبو يا بومبو. و معلم كبير، هو انت هتطولي هناك ولا ايه؟ هيوحشني جنانك يا رضا. اوعدك ترجعي تلاقي ناس خم من الاول. سريع كده، ها يعني امك تخف وترجعي فورا. كورنوتو صديقه. روح تيجي بالسلامه. الله يسلمك. باي باي. ندى كنت عايز اقول لك لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. امشي بقى ولا هتناديني مره رابعه؟ لا خلاص مفيش مره رابعه، تروحي وتيجي بالسلامه. خدي بالك من نفسك. ها وانت كمان خد بالك من نفسك. باي 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 باي. والله الأنسة ندى بقالها كتير ما بتجيش. أمال مين اللي بياخد باله من إدارة المكان هنا مكانها؟ ويدخل إدارة المكان بالأنسة ندى. مش الأنسة ندى صاحبة المكان ده؟ واضح إن حضرتك فاهم غلط، الأنسة ندى زبونة عادية في المحل مش صاحبته. ألو؟ نعم. أيوة برنس. أيوة يا سمسم، عايز إيه؟ أنا عايز عنوان ندى. لا حضرتك، الشقة اللي تقصدها دي كانت الأنسة ندى مأجراها لمدة شهر، مفروشة، بس سابتها من كام يوم. يعني إيه؟ يعني ايه طلع الكافيه مش بتاعها؟ يعني البت دي نصبت علينا؟ نصب علينا؟ 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 ده احنا استوينا. طب وفي 250 الف جنيه ده ولا حتى الشقه اللي كانت قاعده فيها دي بتاعتها؟ قابل يا عم قابل، ولا الشقه شقتها بيقول لك. سمسم انت اكيد رحت عنوان غلط. انا سالت البواب وقال لي انها كانت مأجرها مفروش. احنا لازم نلاقيها. نلاقيها فين بقى؟ نلاقيها فين؟ ما راحت. هنلاقيها في اي حته ان شاء الله، ندور على كل اسمهم ندى. ده اذا كان اسمها ندى اساسا. مين نادي اللي مكتوب على الخاتم ده؟ البنت دي اسمها نادية. انت بتضحك يا دكتور؟ انت بعد ما تشوف لي حل في المصيبه اللي انا فيها دي بقولك نصبت علينا وخدت الفلوس. انا مش حذرتك قبل كده يا سمسم وقلت لك الجريمه لا تفيد وان الذكي في دايما اللي اذكى منه. بس احنا ما عملناش جريمه، احنا كنا قاصدين نساعدها. طيب قول لي انت ما حاولتش تتصل بيها على الموبايل بتاعها؟ تليفونها مقفول طول الوقت من ساعه ما سافرت مقفول. طيب وهي ما سابتش تليفون او عنوان الفندق بتاع لندن ده؟ ما سابتش حاجه خالص، ما سابتش حاجه خالص. لندن؟ هو حضرتك عرفت منين انها في لندن؟ حضرتك عرفت منين ان ندى في لندن؟
شيء منطقي يا سمسم، مش والدتها عيانه بالكبد هتسافر بره تتعالج فين غير في افضل مركز طبي في العالم لعلاج الكبد في لندن. بس انا ما قلتلكش ان مامتها عندها الكبد. ده انت قلت لي يا سمسم. غير بس شفيت. انا شغالك حاجه تفرفشت ها؟ معلش يا رضا انا مش فاهمه بس حاجه دلوقتي خالص. على فكره يا سمسم انا هاخد الحاجه اسبوع كده شرم الشيخ تغير جو، بس لو عوزتني في اي وقت اتصل بيا، مش بقى في الموبايل انا في الاجازه. طيب ممكن حضرتك تديني كتاب من الكتب بتوعك دول اقراهم وهرجعهم اول ما ترجع؟ انا بحافظ على الكتب. شور مكتبه كلها تحت امرك. ما تختار لي حضرتك حاجه على ذوقك. في كتاب قريته يجنن لازم تقراه. خدوا النبي يا رضا ارجعوا العربيه دي على ما اخلص تليفون. ايه يا سمسم مالك سرحان في ايه؟ لا مفيش، تعبان شوية. سمسم انا بفكر في انه متهيألي انه من الافضل ان احنا نخلي الموضوع ده سر بينا، يعني نفكر كده اسبوع ايه اللي يتعمل، ما نتسرعش. مفيش داعي تقول لاخواتك، انت عارف اخواتك ممكن يتغابوا عليك، انت فاهم؟ اكيد اكيد اكيد. انا متشكر قوي يا دكتور، حضرتك عملت معايا مجهود كبير قوي. لا شكر على واجب. كنتش اعرف انك انت دكتور شاطر قوي كده. ممكن امشي عشان حاسس اني تعبان؟